ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون منتجات خلصتها ورأيي فيها. اول حاجه هي الباودر دي بتاعه الاسنان اسمها سموكرز. المفروض ان دي باودر بتحطيها على فرشه الاسنان وبتغسلي بيها اسنانك مرتين في الاسبوع مثلا علشان تبيض السنان وتشيل اي صفار او علامات غامقه على السنان. لكن الباودر دي استخدمتها وما حسيتش باي فرق خالص ان هي عملت لي حاجه. هي ما كانتش بس غير تنظيف مؤقت كده زيها زي المعجون. يعني لما بستخدمها بحس ان اسناني نطفت، اللي هو الصفار اللي كان عليها من بواقي المشروبات والاكل اللي كان عليها، لكن كان هي تشيل اي علامات قديمه كانت على السنان، اي صفار قديمه او اي غمقان على السنه، لا ما كانتش بتعمل كده خالص. فهي بالنسبه لي ما كانتش الطف حاجه. كمان الفحم كان احسن منها بالنسبه لي بكتير جدا. الفحم بينضف فعلا السنان وبيحسسني كده ان هي بتبيض مع الوقت، لكن الباودر دي لا ما كانتش بتعمل حاجه. تاني حاجه هو البلسم ده من لوريال الفيف اللي هو دريم لونج او طول الاحلام. البلسم ده كان حلو بس بالنسبه لطبيعه شعري انا ما عجبنيش، لان هو مكتوب عليه ان هو ببروتينات نباتيه، يعني هو غني بالبروتين. واحنا اتكلمنا قبل كده عن البروتين وعن المسامية وعن الترطيب، وقلت لكم ان في شعر بيكون البروتين في عالي بيكون اعلى جدا من الترطيب او من الروابط الهيدروجينيه، ودي بتكون طبيعه شعري انا. فبالنسبه لي انا مش محتاجه اي منتجات فيها بروتين، بالعكس انا محتاجه منتجات فيها ترطيب اكتر. فهو ده كان فيه نسبه بروتين عاليه جدا، فانا كنت بحس ان هو بينشف لي شعري قوي. لكن انا جربت استخدمه على شعر محتاج فعلا للبروتين وكان كويس جدا جدا معاه، فانا انصح بيه قوي. اي حد عمل اختبار البروتين واكتشف ان هو بروتينه منخفض هو فعلا هيكون كويس معاه، لان هو هيضيف له الشعر نسبه كويسه من البروتين اللي الشعر محتاجه. طبعا في لاينز كتير جدا من لوريال الفيف، انا بتكلم بس على الشكل اللي معايا ده. وسعر البلسم ده الحجم الصغير ال 200 مللي بيكون تقريبا 45 جنيه. تالت حاجه هو الديودرنت سبراي ده من دوف، ده برده حلو جدا وعجبني قوي، بس انا شخصيا كشو ما كنتش بستخدمه تحت الاندر ارم لان انا بخاف شويه من الديودرنت السبراي ده، لانه هو مره جاب لي حساسيه بس كان بتاع ريكسونا بصراحه. فمن بعدها ما بقتش استخدم اي ديودرنت سبراي خالص في الاندر ارم، بس بقيت ارشه على مثلا اول لاير انا لابساها او على التوب القطن يعني، خصوصا اللي معايا ده اللي هو بريحته الرمان تقريبا ريحته فريش جدا. فهو كان بيدي انتعاش كده وفريش لاول طبقه بكون لابساها، لانه هو بيدي ريحه كويسه، كمان بيمتص شويه العرق اللي ممكن انت تعرقيه في منطقه الصدر او البطن. هو جميل خالص بس هو ممكن يكون غالي شويه، سعره تقريبا 60 جنيه وهي العلبه مش بتقعد كتير قوي برده، لان هو سبراي فمجرد ما بترشي كده كام رشه بتحسي ان هو خلاص بدا ان هو يخلص. بس بيكون من الاساسيات معايا في الصيف لان هو فعلا بيفرق جدا وبيدي كده انتعاش رهيب وبيداري، يعني بيبقى جزء من العمليه او المنظومه المتكامله بتاعت ازاله ريحه العرق في الصيف. كمان كريم الشعر ده من كليوباترا من شركه ماي واي، حلو جدا جدا وبيرطب الشعر ترطيب كويس جدا، بس هو قوامه خفيف شويه فبرده ده بيخلي ترطيبه مش اعظم حاجه في الدنيا. يعني انا لقيت او استخدمت كريمات كان ترطيبها اقوى من كده، بس هو بالنسبه لي برده كان حلو علشان الصيف، لان هو مش بيلزق او مش بيعرق الشعر كده ومش بيدهننه، بيرطب الشعر كويس وبيحافظ على ترطيبه مده كويسه برده. لكن يعني هو مش اعظم حاجه في الدنيا، هو وسط شويه هينفع للشعر في بدايه الجفاف شويه والشعر العادي، بس ما اعتقدش قوي ان هو هيناسب الشعر دهني. وهو كان سعره تقريبا من 25 ل 30 جنيه. كمان البلسم ده بتاع كليوباترا اللي بالشيا باتر ده بقى تحفه جدا جدا، بيرطب الشعر حلو قوي وناسب جدا للشعر الجاف وشعر شديد الجفاف، لان هو ترطيبه فعلا قوي بيستمر مده حلوه جدا في الشعرايه. ممكن يكون قوامه تقيل شويه بس مش بيوقع الشعر خالص ولا بيأثر على الشعر، واي شعر ضعيف هيستخدمه عادي مفيش مشكله. كان بيرطب لي اطراف شعري حلو جدا جدا وكنت فعلا بحب الايفكت بتاعه قوي. والعلبه حجمها كبير جدا وهو سعره تقريبا 30 او 40 جنيه، فهو برده سعره كويس جدا بالنسبه لحجمه وبالنسبه لقوه ترطيب. كمان الكريم ده بتاع موندو ده كريم طبي لترطيب البشره، هو برده عجبني جدا، هيكون مناسب قوي لترطيب البشره الجافه في فصل الصيف، لان البشره الجافه في الصيف بتكون يعني محتاجه ترطيب بس مش قوي قوي زي الشتاء طبعا. فهو برده بيحقق لي التارجت بتاعي ده قوي. اصلا معظم المنتجات اللي معايا منتجات صيفيه واغلبها استخدمتها الصيف اللي فات وخلصت مني، فان شاء الله مع طلوع الصيف ده هجيبها تاني. ميزه كمان الكريم ده ان هو ممكن يكون قوامه تقيل سيكه بس مش بيدهنن، يعني البشره المختلطه او الدهنيه حتى لو استخدموه لترطيب وشهم مش هيحسوا بدهننه كده ولا هيحسوا بتزيته او تعرقه ولا ان حاجه سد مسام كده البشره، لان هو يعني سبحان الله قوامه تقيل بس في نفس الوقت امتصاصه سريع وترطيبه قوي ومن غير ما يسيب اي كتمه او خنقه للمسام بتاع البشره. عشان كده انا بحبه جدا جدا، وممكن برده تستخدميه كلوشن لترطيب الجسم فهو تحفه قوي، سعره برده تقريبا 60 جنيه. ونفس المجموعه بتاعه البلسم برده حمام الكريم بتاعهم بتاع الشاي باتر برده تحفه جدا وبحبه قوي، ترطيبه قوي جدا برده مناسب للشعر الجاف قوي، بس ده
ده عيبه ان هو ممكن يكون بيوقع الشعر سيكا، مع انه هو والبلسم الاثنين نفس القوام، بس البلسم ما بيوقعش الشعر، مش عارفه زي اشمعنى حمام الكريم هو اللي بيوقع الشعر شويه. فلو انت اوريدي شعرك بيوقع ما انصحكيش ان انت تجيبيه، لكن لو انت عارفه ان انت يعني خصلة شعرك تقيله شويه او ماسكه نفسها تمام، هيرطب لك شعرك كويس. وانا دايما بنبه على الموضوع ده عشان ما حدش يجيبه ويستخدمه شعره يسقط وبعدين يرجع يقول لي انت السبب. انا دايما بقول ان هو بيوقع الشعر بنسبه، لكن هي بصراحه مش نسبه قويه، وبالنسبه لسعره وبالنسبه لترطيبه فيعتبر كويس جدا. برده سعره نفس سعر البلسم تقريبا 30 او 40 جنيه، وعلبته كبيره جدا 700 مللي يعني اكبر من النص كيلو كمان، وترطيبه قوي 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 يعني من اقوى تقريبا مرطبات الشعر انا استخدمتها. كمان اللوشن ده بتاع انشانتر حلو قوي قوي، ريحته جميله جدا وثابته جدا وقويه جدا، وهي دي احلى واجمل ميزه في انشانتر ان روايحهم قويه كده وثابته وفواحه. فلو عايزه تستخدميه بجد هيكون برفيوم اكتر من هو هيكون بادي لوشن. بالنسبه لترطيبه هو برده ترطيبه كويس، هو مش اعظم حاجه بس هو متوسط، ترطيبه حلو جدا. العلبه اللي معايا دي الحجم الصغير تقريبا ب 60 او 70 جنيه، هو ممكن يكون برده غالي شويه، بس بالنسبه لريحته بجد حته صغنونه جدا منه، تفرد معاكي على المكان كله على دراعك مثلا وهي هتعطرك جدا، فهو هيكون مناسب قوي لترطيب الجسم، وخصوصا برده في الصيف علشان روايحه كده منعشه وصيفيه، عاملين تنوع فظيع جدا في الروايح. والريحه اللي معايا دي اللي هي بالورد الاحمر دي ريحه قويه جدا وجميله جدا، انصحكم ان انتوا تجيبوها تعجبكم فعلا. برده لما تستخدميه كلوشن هو قوامه خفيف، فهينفع برده في الصيف وهيرطب لك جسمك كويس جدا، ومش هتحسي برده ان انت مزيته او معرقه، ولا هتحسي ان انت محتاجه ترطيب تاني مثلا تاني يوم بعديها ولا حاجه. فهو قوامه فعلا هينفع صيفي جدا، وكمان روايحه وسعره برده ان شاء الله. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم كلكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.